احتفلت اليوم محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وذلك بمعبده الكبير بمدينة أبو سنبل. واستغرقت الظاهرة ما يقرب من 20 دقيقة، وتتكرر مرتين فقط كل عام. هذا وقد حرص العديد من السياح والمصريين على مشاهدة هذه الظاهرة. من جانبه أكد وزير السياحة يحيى راشد أن توافد الآلاف من السياح على المعبد أمر إيجابي يؤكد عودة السياحة مرة أخرى.